عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لكم كل عام أنتم بخير وكل سنة وأنتم طيبين وعيدكم مبارك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمال. الآن نحن في مسجد الملك فيصل وإن شاء الله حنصلي صلاة العيد هنا بإذن الله تعالى. هذا هو مسجد الملك فيصل. الحمد لله صلينا هنا صلاة الفجر وبإذن الله حنصلي صلاة العيد هنا بإذن الله. لسه أشوف فاضي المسجد حيجون الحين إن شاء الله بإذن الله. هذا هو المسجد الملك فيصل. الحمد لله صلينا صلاة الفجر الآن راح نصلي صلاة العيد. طبعا هم قفلوا البوابة قال الساعة 6 حندخل وتخلص صلاة العيد نقول لك على الساعة 7:30. هذه أجواء ما شاء الله تبارك الله مغيمة. يلا الحمد لله كده دخلنا المسجد ثاني مرة. إن شاء الله حنصلي فيها صلاة العيد بإذن الله تعالى. طيب هذا هو المسجد ما شاء الله تبارك الله. شوف الساحة. طبعا هنا حتكون التكبيرات. الله